الله يحزك يا رمزي. بالفيل انت لسه زازك زي ما انت. وايه رايك بقى في اللي بقيت هندي من قبل ما اسافر يا عم الهند؟ بس بقول لك ايه بقى سعيد، احنا هنسافر ازاي؟ اوعى اوعى يكون دماغك بقى قايله لك كده ان احنا هنسافر بالطياره، انا بخاف يا عم. لا يا رمزي، هو انا مجنون عرضك لمخاطره زي دي؟ بالطياره؟ لا طبعا. وبعدين تذاكر الطيران غاليه قوي على الناس، وانا تيسير انا عليهم عملت تصريف. ربنا يبارك لك يا رب. تصريفك ازاي بقى؟ تسافر بري يالا. ايه بري ازاي؟ مش قلت لك مبخت؟ ايوه بري ازاي، من هنا يعني لهناك بري؟ امال ايه؟ بالسوبر جيت. بالسوبر جيت؟ وهنركبه منين السوبر جيت ده؟ بالفلكي طبعا. الفلكي هيقعد يقول لي اللي هو بتاع الهند 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 ونركب ونمشي. هو ده. اسمع بس مني، انت هتاخده من هنا السوبر جيت على العراق. العراق؟ امال ايه؟ هتغيروا بقى عربيه 4x4 هناك، ده لو عديتوا من داعش. اه. وبعد كده تروحوا داخلين على افغانستان، هناك بقى لو عديتوا من طالبان ان شاء الله هتاخدوا بقى ايه، تدخلوا على باكستان مباشره كده وتروحوا واخدين السوبر جيت بتاع باكستان. قطع لك انا تذكره برضو في الله. تاخد سوبر جيت باكستان، لو عديتوا من هناك بقى من القاعده هتروح داخل على الهند مباشره، وانتوا نسيبكم بقى في الصراعات اللي في كشمير. ايوه بس ده ايه ده؟ ده احنا هناخد سوبر جيتات كتيره قوي، ده احنا هنصرف كتير، يعني كده مش هيبقى زي الطيران ولا ارخص؟ لا يا حبيبي ارخص بكتير. ده اتاري المسافه بعيده قوي ده سعيد زي ما دولا بيقول. يا عم ولا بعيده ولا حاجه، الطريق يعني لو سالك هتاخد لها قيمه 5 شهور. 5 شهور؟ امال ايه، حاجه بسيطه يا يعني كام يوم دولت الخمس شهور دول؟ حوالي 17 يوم كده زي ما انت قلت. بس هنبقى امان يعني؟ امال ايه، امان الامان. انت كل شويه تقول لي لو عدينا ولو ما عديناش والكلام اللي لا لا احنا هتعدي ان شاء الله. ايه جبت الفلوس؟ فلوس ايه؟ يا لهو يا لهو فلوس. شو وطي صوتك؟ فلوس الفيز. ماشي. وانت جبت الفيز؟ الشنطه دي فيها الفيز والباسبورتات اللي الفضلة. يعني دي فيها الباسبورتات؟ اسمه دول فلوس. فين الفلوس؟ حاضر حاضر استنى. الشنطة دي فيها 400,000 جنيه بالتمام والكماليات. مش من هنا، مش من هنا يا اخي، من تحت من تحت من تحت. ما حدش يشوف. شوف اهي اهي اهي. رمزي سعيد، انت خايف يا رمزي؟ مرعوب. بالتوفيق يا رمزي، خلي بالك من السكه. ماشي حاضر. كاننا ما نعرفش حد. ها الباب من هناك اهو، كان انا ما اعرفش وانت ما تعرفنيش. بص انا هعمل هندي اهو. واحده كله هياخد. يا عم نظمني يا عم. يلا انتوا اللي ناقصين من ال20 بس. ربنا يخليك يا رمزي بيه، احنا جايين عشان الاتفاق، عشان ناخد الباسبورتات وعقودات العمل. ماشي يا عم راجع. وانا بقى رمزي ابو الرماميه زي ما وعد زي ما هيوفي. ادي عم الباسبور بتاعك وادي العقد. وفيت يا رمزي بيه، وفيت. الراجل ده شكله اكتر واحد هيتعبنا. هنربطه في شكمان العربيه وتخليها تجر وتسحبه لقدام. ماشي. وانا استاذ رمزي باشا اهو يا سيدي. اتفضل يا عم رزق، ادي الباسبور وادي العقد، خليهم في ايديك كده اهو. فل عليك. الراجل ده شكله اكتر واحد هيتعب. ده انا قاعده جنب السواق عشان ما ينامش. هو انا فين؟ ماشي يا عم. ماشي خد يا عم نظير، اتفضل ادي الباسبور بتاعك وادي العقد. الختم ده مش مائي. ايه بلا مائي بلا هوائي؟ لا انت تعرف يعني ولا شفت فيز الهند قبل كده؟ لا. طيب امال ليه بتفتي؟ ها ليه بتفتي؟ الحرص واجب برضه يا عم رمزي. بلا حرص بلا مش حرص. هات يا عم ده وخد ال 20,000 جنيه بتوعك. انا قلت حاجه بس يا سي رمزي. ما انت هتقعد بقى ايه حته ما تشوف بقى صرفه معاك. خلاص معلش خلاص خلاص. انا لا اقبل باي تجاوزات. يا عم تقبل خد. هتاخد ولا تاخد ال 20؟ هاخد. خد بقى يا ابني بقى. انا هظبطه لك. شكله اكتر واحد هيتعبني. انا بقى ده هظبطه، ده هحطه فوق سقف العربيه ومع اول ما طب يتنتر. الرحله طويله ومش عايز منافسه. ما تقلقش ما تقلقش. اتفضل يا سيدي. انت شكلك طيب، شكلك طيب وهتتعبني يعني. اتفضل. يلا يا جماعه. ايه يلا يا جماعه. ايه فين باسبور انا رمزي؟ ولا اقدر انسى حته صاحبي حبيبي. وبقى امال مين اللي هيعمل لنا شاي وقهوه في الرحله؟ اتفضل يا سيدي. رحله موفقه بامر الله. رحله هي لا هي هي فيست الهند. انت تعرفها قبل كده؟ لا بس باينه منها. بص
الفيل اهو اميتاب بنشان اهو مية عايز تجيب لبش كمارة اهي. يا جماعة اهم حاجة بقى الخطوة اللي جاية دي لازم نبقى هناك بقى ملتزمين كده اهو في الهند، مش عايزين نسوق بقى صورتنا كده كمصريين في الهند عشان ما يبقاش فيه حروب ما بيننا وما بين الهند عشان شوية ناس جرابيع زينا كده اهو. ماشي يلا بقى اتكلوا على الله واصحوا الصبح بدري عشان الفلكي، في الفلكي كده هنطلع من الهند على طول الفلك. يلا مع الف سلامه. من نجمة على الفلك دي بدري على طول نجمة. هناخد السوبر جيت وهاتوا بقى الشندوتشات بقى والحاجات. ايوه بقى وبالرموز بقى ده احنا هنولعها. يا يلا رمز ايه الناس دي؟ ايه مين الناس دي؟ دول دول اللي هي يعني هيسافروا معايا بكره ان شاء الله. يسافروا معاك ليه؟ انت مش مسافر لوحدك يالا؟ لا يا دول وانا كان معايا 20,000 جنيه عشان اسافر، ده انا واخد من كل واحد كده هون يعني كومبريشن كده هون يعني 1000 جنيه ده اللي هطلع بقى بيه. يعني انت مسافر على قفا الناس دي يعني يعني بدل ما تروح تتهبب لوحدك هتهبب معاك 20 واحد. ماشي يا دول ماشي. بكره تعرف لما ابعت لك بقى كده هون وانا قاعد في الهند ومجعوس وحاطط رجل على رجل كده وتيجي تشقر على اخوك تعرف بقى مين هو رمز ابو الرمانيس. انا عارف مين زفت يا ابو الزفتيت عادي يعني. اجي لك الهند اعمل ايه يا ابني؟ ولا عمر اجي لك ولا عبارك يلا اتكل على الله. لا 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 الكلام ده بتقوله من ورا قلبك يا دول. بس بقى انت مسافر امتى؟ مسافر بكره الصبح ان شاء الله. اه يعني مش هشوفك. اه يا دول يلا سلام يا رمز. دول خلي بالك من التماثيل يا دول. ماشي يلا سلام. خلاص مش عايز اي حاجه من الهند. خلاص بقى غور بقى. ماشي دوله انا كنت شارب 3 كوكتيل لو سمحت حاسب بقى عليهم. سامح عليك. يا عيني يا هند. الواد رمزي وحشني جدا يعني برغم غباوته كان مدي حس هنا في البازار، لا حد بيكسر ولا بيدغدغ. ترى انت عامل ايه دلوقتي يا رمزي؟ دول حبيبي. دول حبيبي اقول قافل باب في وشك كده خبط في الطوبه وهو داخل وعامل ازعاج. دول حبيبي دول وانا ما ردش عليه ولا عبره. دول يا كان رخم رخامه. دوله بقى دوله بقى. ايه ده رمزي إيه ده؟ انت جيت ولا ايه؟ ايوه دوله انا جيت يا دوله. ايه اللي انت عامله ده؟ الحاله ايه اللي حصل لك يالا؟ ده انا كنت هموت يا دوله كنت هموت. ايه اللي حصل يا فعلا يا دوله بقى من خرج من بازاره يتقال مقدار يا دوله. ايه اللي حصل لك يا ابني؟ انت مش كنت رايح لهن؟ ايوه دوله ما احنا كنا ماشيين بقى. ما كنا متعايش احكي لي بس ايه اللي حصل بالراحه كده. دول ما احنا كنا ماشيين بقى كده اهو واحنا مسافرين الهند كده لغايه لما جينا لغايه الغردقه. انت رايح الهند عن طريق الغردقه ازاي يعني؟ ما احنا واخدينها بقى بري يا دوله بقى. الهند رايحه بري؟ اه يا دوله بالسوبر جيت كده اهو بقى من الفلك. سوبر جيت ايه يا ابني والغردقه ايه؟ المهم يا دوله واحنا بقى ماشيين كده هون مسافرين بقى على باب الله كده للهند وجينا لغايه قبل الغردقه عند الحته بتاعت الزعفرانه دي كده. اه عند اللي هي المراوح دي. ايوه يا دوله مروحه بقى طارت كده وقامت جت في الوش بتاع السوبر جيت يا دوله بقى. سوبر جيت قام نام كده على الارض بقى فقالوا لنا انزلوا يا رجاله. وانت كنت معاهم؟ ايوه يا دوله بقى. والولا سعيد قال لنا بصوا ما فاتش بقى الا الكتير وباقي الا القليل بقى من هنا للهند. يعني انتوا لغايه الغردقه ده كتير واللي فاضل لكم القليل. فاحنا بقى ما كدبناش خبر وقلنا ماشي. ما تعيطش يا رمز يا رمز بس احكي لي بالراحه احكي لي بالراحه يا رمز احكي لي. يعني انتوا اتبهدلتوا وضع عليكم يعني طالعين بري الهند؟ ايوه يا دوله. ومشينا بقى والولا سعيد دون بقى مدينا عوامات في الصحراء. عوامات ايه؟ عوامات كده في الصحراء. عوامات تلبسها اللي هي بتاعت البحر في الصحراء؟ خدتوا العوامات في الصحراء تعملوا بيها ايه؟ ما لقينا بقى واحنا ماشيين كده اهو بقى بحر الرمال العظيم بقى. بحر الرمال العظيم؟ اه فعشان كده اللي بيشفط الناس ده؟ ايوه دول عشان كده منديك عوام عشان البحر. يمسك في العوامه كده والبحر يقعد يسحب. يا ابني ما تعيطش يا ابني. طب البحر ده كان فيه سمك ولا ما كانش فيه سمك؟ لا يا دول ما كانش فيه سمك يا دول. وانا الحمد لله بقى اولاد الحلال جم بقى طلعوني وانا قلت الحمد لله سجدت كده هون ربنا والولا سعيد طلع معايا بس فص ملح وده ما شفتوش من ساعتها. الحمد لله ان انت جيت يا رمز الحمد لله. دول تفتكر الواد سعيد ده يا دول يطلع نصاب؟
لا يا راجل نصاب ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ واحد يعني خكه واداك عوامه كمان هيبقى نصاب؟ ما انا قايل لك من الاول يا غبي، قايل لك من الاول. لا مش نصاب، لا مش نصاب. لو نصاب ما كانش يطلع بقى معانا دوله بقى. طب هو فين؟ وفين بقيه الرجاله اللي كانوا معاك؟ ما هو بقيه الرجاله بقى غرقوا في بحر الرمال العظيم بقى، وانا نفدت بقى بجلد بقى على طول بقى. ما غرقتش معاهم ليه يا رمزي؟ كنا خلصنا منك. يلا الحمد لله الحمد لله. قضى اخف من قضى. لا هو ده عبد الرحمن. قوم يا علا الحقنا دول، الحقنا دول. ايه ده؟ انت بتبيع صاحبك ورفيع عمرك حته من اجل حفنه من الجنيهات يا رمزي؟ لا مش انا، مش انا، مش انا يا رجاله. ده الولا سعيد هو اللي ضحك علينا كلنا. لا اسمح، بقول لك ايه عشان ما استلوحش عليك يا رمزي، انا ما اعرفش حد غيرك هنا. هات فلوسي. ادفع بالفلوس يا انا، ادفع بالفلوس. انتوا عايزين الفلوس؟ ايوه. دول هو اللي معاه كل الفلوس اهو. ولا هنستقبل يالا ولا ايه؟ مين اللي خد منكم الفلوس؟ مش هو يا رجاله؟ اه عليكوا بيه. لا لا دول الحاله، دول الحاله، دول.